مرحبا مليون. أخيراً انتهى الأسبوع ورجعنا لكم من جديد أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم المجلة السعودية، ونبدأها معاكم ببركة المسيح وحياكم الله. أعزائي المشاهدين، اليوم نتأمل بآية من إنجيل يوحنا 19 والآية 16 تقول: فحينئذ أسلمه، يعني بيلاطس أسلم المسيح إليهم ليصلب، فخذوا يسوع ومضوا به. السؤال هو كيف يا بيلاطس تسلم المسيح اللي طالبينه علشان ينصلب؟ كيف يا بيلاطس تتحمل وزر دم المسيح البريء؟ أسألك يا بيلاطس، قدرت يوم تنام؟ طبعا ضميرك يوجعك وكرهت اليوم اللي تولدت فيه واليوم اللي صرت فيه حاكم، وأكيد تتمنى لو أنك كنت إنسان عادي ولا تكون حاكم وهذا الدم البريء برقبتك ليوم الدين. بيلاطس، أنت تعرف أن المسيح بريء من كل التهم الكيدية وشهادات الزور ضده، وأنه يسوع المسيح مظلوم. بيلاطس، انت اعترفت ببراءة المسيح لما قلت 3 مرات لست اجد فيه الا واحدة. قلتها 3 مرات في يوحنا 18:38، يوحنا 19:4، ويوحنا 19:6. اذا ليش ترضخ لارادة الشعب وتسلم المسيح لطالبينه بالرغم من اعترافك ببراءة المسيح؟ بالنسبة لي التفسير الوحيد هو واضح انك يا بيلاطس كنت جبان وخايف من الشعب اكثر من خوفك من الله، خايف من ان الشعب يثور ضدك، ونسيت ان كل الامور بيد الله تحت سيطرته. بيلاطس، احب اقول لك ترى مو انت لوحدك جبان، كثيرين هم الخوافين مثلك وما تعلموا من قصتك بعد 2000 سنة من حدوثها. الأمر للأسف يحدث كل يوم إلى يومنا هذا. كم مسيحي يخفي إيمانه لأنه خايف، وكم متقدم للمسيح يعني عابر يخفي إيمانه لأنه خايف، وكم بيلاطس الآن موجود يشاهد هذه الحلقة من خلال شاشات التلفزيون والكمبيوتر والآيباد وغيرها. ترى هذا الموقف صار من يوم ما سقط آدم وحواء بسبب الخطية، خطية شهوة الأكل من شجرة معرفة الخير والشر، شهوة التشبه بالله وأخذ مكانة الله، ولا يزال الإنسان يسقط في نفس الخطية اليوم وكل يوم. وما حدث مع الرب يسوع المسيح من حوالي 2000 سنة سيظل يحدث إلى بعد عقد من الزمان، ومن 20 سنة وبعد 2 سنين والعام الماضي واليوم. لكن اليوم هو يوم خلاص لك أنت اللي عم تسمعني الآن، وبما أنك سمعت إلى هذا الحد واضح جدا أنك مختار من قبل الله. وإذا كنت قد سبق اختيارك، أكيد أنت تبغى تكون سبب بركة لأحد من الأهل أو الأصدقاء. إيش تتوقع أنه يصير لو أنت قررت من نفسك انك تشارك هذه الحلقة الان مع اصحابك واهلك وربعك على الفيس وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وفي مجالسة كمان؟ شارك الان علشان تعرف الجواب. جماعة الخير، تعالوا نجتمع بروح واحدة ونصلي اليوم عشان الرب يعطينا شجاعة وما نكون مثل بيلاطس.
نكون شجعان، نكون أبطال في المسيح. شاركوني بعد الصلاة. يا رب يا يسوع، نعظم اسمك، نقدسك، كلك حلاوة ومشتهيات يا رب. يا سيد العظيم، فعلا حتى الشجاعة، صفة الشجاعة ونعمة الشجاعة هي نعمة من عندك أنت، اللي بتعطينا الشجاعة، أنت اللي علمتنا الشجاعة. وأنت في حديقة الجثماني لما قلت أنا هو وما خفت، عم تعطينا المثل والقدوة الحسنة يا رب. يا سيد العظيم، كل نفس عم تشاهد اليوم محتاجة أنه تسمع هذا الكلام، وأنت يا رب بروحك القدوس تزور هذا الشعب وتعطيهم الشجاعة، الشجاعة يعترفوا باسمك. اسمك يا رب لازم يكون ممجد. أنت يا رب قلت أتمجد فيكم أو بدونكم، أتمجد فيكم أو بدونك، فيك أو بدونك بتمجد. يا سيد العظيم، يا سيد العظيم، اجعل كل نفس عم تشاهد الآن أنه تقول مثل ما قالت إستر، لن أسمح بأنه يتمجد اسمك إلا من خلالي، وتمجد كذلك. ومثل عبدك أشعياء اللي قال ها أنا ذا يا رب ارسلني، ارسلني يا رب، ارسلني لشعبي، ارسلني لأحبائي، لأهلي وقبيلتي، ارسلني أبشر، أبشرهم يا رب، يعرفوا الخلاص، يعرفوا أنك أنت يا رب تحبهم، يعرفوا أنه أنت انصلبت عشانهم وحملت كل ذنوبهم على الصليب وحررتهم بالمسيح يسوع. أمانة يا رب تسمع وتستجيب. آمين. لا تهملني، لا 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 تهملني وتنساني ولا مرة، وخطية مرة محيتها من القلب، خطية مرة محيتها من القلب. أشكرك
أشكرك أشكرك يا رب أشكرك 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 يا
مرة تانية حياكم المسيح. اليوم حنتكلم عن قضية المرافق العامة. في حين انك تلاقي واحد مثلا ياخذ الرخام من الارصفة على الكورنيش علشان يضبط بيته او دكانه، تلاقي واحد تاني ياخذ الخشب من الكراسي ويستخدمه كحطب يطبخ عليه الشاي والقهوة او يطبخ الطلي. وهناك من يكتب على أبواب وجدران الحمامات عبارات غير أخلاقية ويشوه منظر الجدران، وهناك من يعتدي على أشجار الحدائق العامة أو المراجيح ويكسرها، أو من يكسر الطاولات بالمدارس أو زجاج المستشفيات أو الرسم على جدران الكباري وغيرها الكثير من الاعتداء على المرافق العامة. للأمانة إنه هذه المشكلة مش حصرا على بلادنا العربية وخصوصا السعودية، بل تلاقيها أيضا موجودة في بلاد الغرب ولكن بنسبة أقل من بلادنا. ليش وما هو الحل؟ واضح إنه هذه المشكلة لها جذور، وجذورها ممكن أن تحل بكل بساطة من خلال توعية الناس على مبدأ واحد فقط، وهو تعليم المسيح لما قال تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك. هذه الوصية الأولى والعظمى. والثانية مثلها، تحب قريبك مثل مين؟ مثل نفسك. متى 22 الآيات 37 إلى 39. لو كل واحد حب خويه مثل نفسه، ساعتها تلاقي كل واحد يهتم بالشارع والمرافق العامة مثل ما يهتم بإيش؟ في بيته. من جهة أخرى أشجع أنه يتم تنشيط مجالس البلديات. ليش؟ علشان يتم عمل المرافق العامة حسب احتياج وتوصيات أهل الحي، ويكون ممون من رسوم البلدية من أهل الحي نفسه. فعمل أهل الحي على توعية أبنائهم على الحفاظ على المرافق العامة، وبهذه الطريقة ما حيمر وقت طويل قبل أنه يكون كل المجتمع يتمتع بدرجة عالية من الحس بالمسؤولية أمام الله والمجتمع والناس. تعالوا يا جماعة الخير نصلي هذه الصلاة بروح واحدة. يا رب حاطين المرافق يا رب العامة، أعطينا يا رب أن نشعر ونحس ونلمس أنه هذه مننا من فلوسنا، فنحافظ عليها عشان نستمتع فيها وعيالنا، ونفكر بالأجيال اللي حتيجي بعدنا، مش نفكر بنفسنا وبس، بس نفكر للمستقبل يا رب. فحاطط يا رب هذا الأمر أمانة بين يدك يا سيد العظيم. أنا شايف أنه أنت فعلا بدأت تشتغل مع شعبي، وبدأوا ينتبهوا لهذه النقطة ويشتغلوا على أنه يحافظوا على المرافق. فأنت بدأت شيء، أنا عارفك يا رب لأنك أنت كامل تكمل للمنتهى، ولك كل المجد. شكرا يا رب على أنك سمعت الصلاة واستجبت باسم يسوع المسيح بكل تواضع. آمين. مثل ما تشتاق الغزلان إلى جداول الماء، كذا تشتاق نفسي لك يا الله. نفسي عطشانة لله الإله الحي، فمتى أجي ووقف قدام الله؟ قد صارت دموعي طعامي الوحيد نهارا وليل، إذ إنهن قال لي كل يوم وين إلهك. يوم أتأمل في نفسي تعاودني هذيك الذكرى، كيف كنت أمشي محشود العابدين المحتفلين بالعيد، وأقودهم في الحضور إلى بيت الرب هاتف معهم فرح وحمد. ليش أنتي مكتئبة يا نفسي؟ وليش أنتي قلقانة فيا؟ ترجي الرب فإني أبقعد أحمده لأنه عوني وإلهي. إلهي إن نفسي مكتئبة في
علشان كذا أذكرك من وادي الأردن ومن جبال حرمون ومن جبل مصعر. أمواج النكبات توالت عليك ما توالى مياه شلالاتك، يبدي الرب لي رحمته في النهار وفي الليل ترافقني ترنيمته، صلاة لإله حياتي أقول لله صخرتي ليش نسيتني، ليش أطوف النايح من مضايقة العدو. لقد عيرني مضايقيني وسحقوا عظامي، إذنهم يقولون لي طول النهار وين إلهك. أعزائي المشاهدين، يا أهلا وسهلا ومرحبا فيكم. يدعي بعض البعيدين عن تعاليم السيد المسيح أن المسيحية تصريح مفتوح لفعل الخطايا، فكل واحد يغلط ويخطب كيفه وعلى هواه، لأن المسيح غفر له كل ذنوبه. فهل يا ترى غفران المسيح فعلا تصريح مفتوح لنا لفعل الخطايا؟ هو من ناحية أن المسيح مغفور له كل خطاياه، فهو بدون شك مغفور له كل خطاياه، فهو غفران كامل وشامل بسبب عمل المسيح الكفاري على الصليب. وطبعا هذا الكلام ثابت في آيات كثيرة تأكد هذا الحق الإلهي. فالمسيحي الحقيقي له الحق في دم المسيح أن تغفر له كل خطاياه. فالآية تقول ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. وفي رسالة يوحنا وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا. وهذه نعمة من الله للبشر في قبول فداء وخلاص السيد المسيح لنا من الخطيئة بعمله على الصليب، نعمة كبيرة جدا. لكن من يأخذ كثيرا مطالب بأكثر. وكلما تمتع الإنسان بغنى نعمة الله كلما ازداد محبة وتقدير وحرص على ذا النعمة من خلال أعماله وتصرفاته وسلوكه وتعاملاته في الحياة. فالنعمة أبدا ما ترخص الخطية ولا تقلل من شأن القداسة، بالعكس فالنعمة تزيد الإنسان حرص وتدقيق في حياته وعلاقته مع الله والناس. فإحنا نؤمن أن الخلاص بالنعمة بالإيمان، لكن هذا الخلاص لابد أن يثمر عمل صالح، وإذا لم يثمر عمل صالح مثل ما يقول الرسول يعقوب فإنه إيمان ميت بدون فائدة، يعني إيمان غير حقيقي أو غير موجود أصلا. فإذا قال أحد إن له إيمان وما له أعمال فإيمانه أكيد ميت، واللي يدعي إن له إيمان وما له أعمال فهذا إيمان ادعائي ونظري وللأسف ما له أي أساس. فالموضوع مش في القبول بنعمة السيد المسيح كمخلص أو لا، لكن الإيمان بعمل السيد المسيح وخلاصه إيمان كامل وشامل. فقبول شخص المسيح كفادي ومخلص في حياتك يعني علاقة مستمرة وحياة جديدة وتغيير كامل، فأنت في المسيح خليقة جديدة. فإذا قبلت المسيح وما تغيرت فأنت في الحقيقة ما قبلته أصلاً. فالإيمان الحقيقي لازم ينتج عمل صالح وحياة مقدسة ترفض الخطيئة. ممكن جداً نسقط في الخطيئة لكن نقوم بسرعة ونتوب عنه ونكمل علاقتنا مع الله. أما المستمتع والمستهين بخلاص المسيح فهو غير مخلص وغير مؤمن وغير عارف لحقيقة عمل المسيح الكفاري أصلا. وأي واحد يعتقد أن المسيحية شيك أبيض بالخطيئة فهذا إنسان ما يعرف المسيحية ولا يعرف المسيح أصلا. فلا يوجد فكر أو تعليم في المسيحية يقول اغلط مثل ما تحب والمسيح يغفر لك كل ذنوبك. لكن المؤمن المسيحي المقدر لنعمة المسيح
ومع أنه ضامن الخلاص، على أنه يفعل الخير حب للناس وتشبه بالسيد المسيح، ومش مقابل أجر ينتظره أو بر ذاتي يرجع له. حب الخير للخير، ومش طمع في مصلحة أو سمعة أو لأن الحسنات يذهبن السيئات، لكن إنسان تغير في المسيح وأعماله مجرد ثمار ناتجة عن علاقته ومعرفته بالسيد المسيح. فالإنسان المؤمن إيمان حقيقي يظهر إيمانه من خلال أعماله وتعاملاته وعلاقاته مع نفسه ومع الناس، ويتحرر من قيود الخطية فما تعود مسيطرة عليه ما دام يسلك في طريق المسيح. وحتى إن حدث وتعرض لمغريات أو لمشاكل واضطهادات في حياته، فيواجهها بصلابة وإيمان، وانخانت إرادته واستسلم لتجربة معينة وسقط، لازم يندم، يندم على خطيئته ويتركها ويرجع بسرعة لله ويتوب، فيغفر الله له كل خطاياه الماضية والحاضرة بعد أن تاب وندم. أما المقتنع بأن المسيح غفر له كل ذنوبه وجالس يخطي يمين وشمال وماخذ الدنيا طول بعرض لأنه ضامن الأبدية، فإيمانه للأسف باطل وغير نافع، لأن بهذا الفكر يزدري بدم المسيح ونعمة خلاصه، ويستهين بلطفه ورحمته ومحبته، وبالتالي يحرم من الخلاص. فالاستهانة بالخطية استهانة بدم وعمل المسيح نفسه. إذن خلاص المسيح نعمة تبعدنا عن الخطية وتحاربها فينا ومش العكس، وتعطينا ضمان بالأبدية والقرب من الله. أعزائي المشاهدين، حلو جدا الشعور بنعمة المسيح، حلو جدا أنك تشعر أنك تثمر، حلو جدا أنك تشعر أنك تتغير، حلو جدا أنك تشعر أنك إنسان نقي وجديد في المسيح. وأشكركم لمتابعتكم، والسلام ختام، وحياكم الله، وأشوفكم الأسبوع الجاي على خير. شكراً.